مرحبا. البامية باللحمة هي من أطيب المأكولات بالمطبخ العربي وبتتميز بفوائدها الغذائية، وسوا رح نحضرها لست أشخاص. بطنجرة ضغط كليبسو بريسيجن من تيفال بدنا نحمي معلقة كبيرة من زيت النباتة ونقلي فيها كيلوغرام من اللحم المقطعة وخالي من الدهن، وبدنا نضيف عليها نص معلقة صغيرة من 7 بهارات، رشة فلفل أسود وملح حسب الرغبة. ومنقلب لحتى يتغير لون اللحمة. بعد ما تنضج اللحمة نسكب كمية كافية من الماء لحتى نغمرها. وهلا منضيف بصلة كاملة، ولحتى نسلق اللحمة بدنا نضغط الطنجرة لمدة 20 دقيقة. وهلا بطنجرة على النار منحمي معلقتين كبار من زيت النباتة ومنقلي فيهم 2 بصل مفروم ومعلقة كبيرة ونص من ثوم المهروس لحتى يدبلوا. بعد ما يدبلوا منضيف حبتين طماطم مقطعين ومقشرين، ومنحرك لحوالي دقيقتين. وهلا بدنا نضيف كيلو من البامية الخضراء المنظفة مع 6 معالق كبار من معجون الطماطم. وهلا بدنا ننكه البامية بنص معلقة صغيرة من كبش قرنفل المطحون ومعلقة صغيرة من الكمون، وبدنا نغمرهم بمرق اللحمة اللي تركناه على جنب. نترك الطبخة على النار لمدة 10 دقايق. بعد ما تنضج اللحمة منصفيها ومنحتفظ بمرق اللحمة. بعد ما تصير جاهزة منضيف اللحمة المسلوقة ومنخلط ومنرجع منتركها على نار هادية لمدة 10 دقايق. بعد ما يكون غلى المزيج منضيف ربع كوب من عصير ليمون الحامض ومنخلط لمرة واحدة. هيك طبقنا صار جاهز.
قدم البامية هي سخنة مع رز الأبيض المفلفل مع الشعيرية. إذا حبيتي هيدي الوصفة تابعيني بالفيديوهات الباقية لوصفات ولا أشهى، وبتمنى لك إفطار شهي.